ويسأل عن الأوراق التشاركية حكمها، وزاد الأمر وضوحا المرابحة، وذكر أن لو أن هناك عرض تجاري أعجب الإنسان فأخذ هذا العرض وذهب للبنك ليشتريه له. أقول للسائل الكريم: المرابحة شرعا مباحة. ولذلك دائما ما نقول هذه العبارة: إذا اشترى البنك السلعة، شقة، سيارة، أرضا، أيا ما كانت، وامتلكها ملكا فعليا، هذا عقد صحيح، لكن مجرد يعطي قرض هذا ربا محرم شرعا. فإذا كانت الصورة كما ذكرت أيها الحبيب أنه عقد مرابحة، وأزيد الأمر وضوحا، والبنك اشترى وامتلك فصارت في حوزته ثم باعك أو باع لمن أراد المرابحة معه، يجوز شرعا. البنك لم يمتلك لا يجوز، لأنه قرض مع لف ودوران. بارك الله فيك.